بعد مشاوير قضاها أحمد طارت على بال القهوة والدامة. هذا ليش ما يرد؟ الله يهداك نان، يعني خليتني أي وياك المباركية وضيعت وقتي ولا خليتني حتى اشتري شيء، شو اسوي بالله؟ وين راح؟ المفروض هو ما يجي معي السوق. تعطلت الحين انا. عدل اكيد قاعد المكان اللي في بالي. القهوة. المقاهي الشعبية كانت في الماضي مركزاً تجارياً هاماً، زوارته كل صوب وحدب، فيجتمع تجار اللؤلؤ ونواخذة الغوص والطواشين وتجار السلع والمواد الغذائية، فيتبادلون المعلومات ويبيعون ويشترون. تعرف تلعبون صح؟ من زمان لعبها؟ كل سنة نلعبها، أنا ألعبها من الستينات. وانت تعرف والله زين ها؟ ما تعرف ها؟ ولا ما تعرف؟ ها؟ تعرف فيها؟ لا انت لعب عنك وعني اي انا على عني وعني باقي الاثنين واخلص عليه زين من زمان تقعدون هني بالقهوة هذه؟ ايه على طول تجي تسلى ومكان نتسوق الحمد لله ونتسلى كل المحلات متوفرة هني وكل يعني وتعرف اللي موجودين هني بالسوق أغلبهم أعرفهم أغلبهم إيه. يعني إذا غاب واحد فيهم مثلا يومين ثلاث تفقدون تسأل عنه إذا خاصة كبار السن إيه. كبار السن صراحة واحد يخاف إنه مريض صح يسأل أبو فلان وين اليوم عسى ما وصاير عليه شيء نطمن عليه ولا وأنت تحب تي القهوة ها؟ نعم انت من وين اول شيء؟ من السعوديه حياك الله حبيبي يا مرو كل عام وانت بخير وبارك ان شاء الله يعني حريص انك لازم لو زرت الكويت تزور المباركيه لازم اجي المباركيه القهوه بالذات تحب الاجواء هذه المباركيه اي زين عمي ابو حسين انت من وين اي منطقه هنا؟ انا من الجهره والله ما شاء الله ويعني وتعنى هني والله كل يوم يومين والله تسأل الحمد لله الجهره لا يعني 10 دقائق خاصه الخطوط السريعه هذه صح. ما في سريعه جدا كانت المقاهي بالسابق بدائيه في اثاثها وديكوراتها الداخليه حيث تتكون من كراسي خشب تفرش احيانا بقطع من السجاد وكانت هذه المقاهي تقدم القهوه العربيه فقط بعدها عرف مشروب الشاي ثم بدأت بتقديم المشروبات بس أنا اللي عازمكم اليوم بس عازمكم متى بعد الفطور بعد الفطور إيه بعد لا ما في سحور نبي أعزمكم سحور حاضر الله يجزاك إيه والله أنت كريم إن شاء الله ولا تمشون معاي البيت مرة واحدة للجهرة نفطر هناك ونتوكل على الله رأيكم اللي تشوف إيه لا ما احنا مكلفينك بعد روح الجارة والناس مو جاهزة البيت ولا لا لا نفس الشيء كل مشروعك مبروك زين الحين منو فايز؟ انا فايز ها خيري هذا ايه لا لي هذا
بخلص على هالضيف اليوم انا. وهاللعبه هذه من متى تلعبها؟ والله العبها من زمان انا. من زمان وكل رمضان عجيب بعد المغرب. ما تصير بطولات والله دوره هني؟ بين الشباب وفي قهاوي كثيره يعني. اي يسوون دورات يعني فاشوف الاجواء حلوه هني. لا ممتاز. شاي وناس محترمه صراحه. دارسيني. زين الحين شنو تحديكم هذا؟ والله تحدينا والعازمين انا اليوم علي مو على خل علي اليوم. ايه؟ وانت تعزمني انا من منطقتك من الجهره. كفو تشرف. انا عازمه وانت تعزمني بالجهره. اي والله تشرف. حلو. زين شلون طريقه هذه مثلا؟ هذه بسيطه جدا. ايه؟ هذه انت اللي معلمه ولا شنو؟ هو لا يعرف. ايه؟ ما تبيلها ما هي صعبه يعني. ايه؟ خلص باقي له وحده بس ونمشي ان شاء الله. باقي لك هذه. اه اي ماكو شيء. ما غير وايد قاعد يفكر ربع ساعه اخر شيء غير. اي ها بس باقي لها انا ما شاء الله. لا لا بسيطه الحمد لله. شوف ما فيك الا العافيه ان شاء الله. لا طيب حبيبي الله يعطيكم العافيه وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. حبيبي موفقين ان شاء الله يا حبيبي. أحمد دردش مع الناس وطيب خاطره وهو يتابع منافستهم. رجعتنا للبيت قبل الفطور.